السلام عليكم. نكمل المحاضرة الثانية في مادة Advanced Soil Mechanics، موضوع Stress and Strain Paths and Invariants. نتحدث الآن عن Strain Path. حتى نفهم Strain Path، راح بهالحالة نرسم دائرة مور ونعوض عن النورمال ستريس بإبسيلون ونعوض عن التاو بنصف جاما. هذه دائرة مور رسمناها للسترين، وأيضا كل سيجما إكس تؤدي لي عند تسليطها إلى إبسيلون إكس، كل سيجما واي تؤدي لي إلى إبسيلون واي، وكل سيجما زد تؤدي لي إلى إبسيلون زد. أيضا عندنا الشير، كل شير نسلطه يقابل سترين بنفس الصيغة وبنفس الرموز حتى نسهل عملية الاشتقاق. راح نعتبر انه الابسيلون اكس زد هو نصف الجاما اكس زد، اي انه البيور شير سترين هو نصف الانجينير شير سترين، وهذا تحدثنا عنه بالفصل الثاني. وبالتالي من نرسم دائرة مور راح يصير عندي ابسيلون جاما، ابسيلون جاما اللي يساوي 2 ان ام، وابسيلون في اللي يساوي 2 ان. لو قارن هذه المعادله ويا المعادله اللي اشتقيناها للاجهادات راح نلاحظ انه ابسيلون جاما تساوي ابسيلون اكس ناقص ابسيلون زد سكوير زائد 4 ابسيلون اكس زد سكوير كلها تحت الجذر، والابسيلون في يساوي ابسيلون اكس بلس ابسيلون زد. طبعا هنا نعمل ب 2 دايمنشن، وهسه راح نكتشف في النهايه انه هذه الحاله تمثل لي حاله بلين سترين اللي تحدثنا عنها بالفصل الثاني. بالرجوع الى دائره مور للسترين، ممكن عندما تكون عندي حاله البرنسيبل ستريس راح تتحول المعادلات اعلاه 431 432 الى ابسيلون جاما يساوي ابسيلون 1 ماينس ابسيلون 3، وابسيلون في يساوي ابسيلون 1 بلس ابسيلون 3. راح نعرف الابسيلون جاما والابسيلون في كانما هم يقابلون التي والاس بالستريس، كانما هم يقابلون التي والاس بالستريس. ويكون عندي ابسيلون جاما يساوي لنا جاما ماكسيمم، والابسيلون في هو دلتا في على في الكليه، دلتا في على الفي الكليه. طبعا نعطي اشاره سالب كون انه احنا النموذج التربه دائما يتعرض الى الانكمشن. اذا جاما ماكسيمم is the maximum value of engineer shear strain and delta V is a small increment in volume. لاحظ هي increment فنضع إشارة سالب حتى تصير decrement in the volume. إذن الأبسيلون V compressive volumetric strain. Compressive volumetric strain. هذا نتذكره من محاضرات الصف الثالث. هذه الباراميترز اللي تحدثنا عنها اللي هي الابسيلون جاما والابسيلون في، واعتبرنا الابسيلون 2 مساوي الى الصفر، هذه نعتبرها ان يكون عندي السترين يساوي الى الصفر باتجاه 2، باتجاه المحور 2. وطبعا مثل ما انه احنا قيمه التي والاس ما اعتبرناهم انفاريانت، فأيضا هنا الـ T الأبسيلون V
غاما العفو والابسيلون في هما ليست انفاريانت، لانه بمجرد ما انه احنا نغير الاكسس راح تتغير قيمتهم. وهذه الحاله هي تمثل لي حاله البلين سترين اللي يكون الانفعال او التشوه في احد الاتجاهات مساوي الى الصفر. طبعا هذه تقابل حالة أخرى نسميها بلين ستريس. بلين ستريس عندي أحد الإجهادات يكون قريب جدا من الصفر ويكون معتبرة ممكن مساوي للصفر فنسميها بلين ستريس. إذا تحدثنا بـ 3 dimension واستبدلنا المعادلات اللي أخذناها بستريس باث فراح يصير عندي أبسلون أكتوهيدرال يساوي ثلث أبسلون إكس بلس أبسلون واي بلس أبسلون زد، والجاما أكتوهيدرال سكوير تساوي 4 على 9 أبسلون إكس ماينس أبسلون واي سكوير أبسلون واي ماينس أبسلون زد سكوير بلس أبسلون زد ماينس أبسلون إكس سكوير بلس 3 على 2 أبسلون سكوير إكس زد إكس واي العفو بلس أبسلون سكوير واي زد بلس أبسلون سكوير زد إكس. أيضا الشكل 4-1 اللي تحدثنا فيه عن الاتجاه اللي صار بستريس باث وسميناه سبيس دياغونال هو راح نطبق عليه السترين ونتخيل انه هذا الستريس اللي سلطناه كان نتيجة ادى الى حدوث سترين، ونعتبر حالة الالفا يساوي صفر هي حالة بلين سترين كون السترين راح يكون تحول الى 2 دايمينشنال ولا توجد احداثيات للسترين بالاتجاه الثالث. اذا حولنا هذه المعادله الى برنسبل فراح تكون بهذه الصيغه اللي هي 4-39 فيما يخص الابسيلون اوكتاهيدرال وغاما اوكتاهيدرال راح تكون عندي بهذه المعادله 4-40. اذا راح يكون عندي انه قيمة السترين أو الانفاريانت أوف سترين هي الأبسلون في قد ما تساوي 3 أبسلون أكتهيدرال، والأبسلون اس قد ما تساوي 1 على جذر 2 جاما أكتهيدرال. راح نبدل التعريف لأن هذول أصبحوا سترين انفاريانتس، فراح يصير عندي الأبسلون في هو أبسلون اكس بلس أبسلون واي بلس أبسلون زد، والأبسلون اس سكوير هو 2-9 من أبسلون إكس ماينس أبسلون واي سكوير زائد أبسلون واي ماينس أبسلون زد سكوير زائد أبسلون زد ماينس أبسلون إكس سكوير زائد 3-2 أبسلون إكس واي سكوير زائد أبسلون واي زد سكوير زائد أبسلون زد إكس زد سكوير. وفي حالة البرنسبل راح نعبر عنها بهذه المعادلة. طبعا هذه المعادلة عندما نعتبر أبسلون 2 مساوي للصفر راح تكون عندي هي حالة البلين سترين. إذن أصبح عندي أبسلون V وأبسلون S هما invariant. طبعا هنا ينطيني special case عندما تكون عندي أبسلون 2 تساوي الصفر فراح يكون عندي الأبسلون V مساوي لأبسلون 1 بلس 2 أبسلون 3 أبسلون S تساوي 2-3 أبسلون 1 ناقصا أبسلون 3. وهذه راح نشوف أنه هي مقابلة إلى الـ P والـ Q اللي سمناها في الجزء الأول. طبعا احنا مثل ما نعرف أنه السترين احنا كل المعادلات اللي تحدثنا عنها ده نتكلم عن مادة إلاستيك، ما ذكرنا أنه أكو عندنا تربة أو انه هذه عينه من التربه او ما شاكل ذلك. احنا نعرف في التربه عندما تكون عندي التربه مشبعه ويحدث عندنا سترين فنعرف انه الماء الخارج من العينه يساوي مقدار الفوليومتريك سترين. راح نستغل هذه المعادله حتى نربط السترين مع تغير الحجم، اللي هو سترين تغير الحجم مع البور ووتر بريشر وكذلك الووتر اللي يخرج من العينه. عرفنا انه دلتا ابسلون في
هي تساوي لنا ماينس دلتا إبسيلون كابتل V على V، أي التغير بالحجم على الحجم الكلي. ومثل ما عرفنا أنه التغير بالحجم للتربة عندما تكون مشبعة هو مساوي إلى التغير بحجم الماء، مساوي إلى التغير بحجم الماء. إذا نعود إلى التعاريف الأساسية للتربة، عندنا void ratio تساوي volume of water على volume of solid، ونعوضها بهذه المعادلة، فراح يكون عندي دلتا فوليوم مساوي إلى الفوليوم of solid مضروبا في التغير بقيمة void ratio. لاحظ كلمة دلتا، دلتا بهذه المعادلات تعني تغير. لاحظ ما وضعنا كلمة دلتا أمام الـ VS لأنه حجم الجزيئات الصلبة أو لا يتغير، لكن فقط اللي يتغير هو عندنا حجم الماء. إذن بإعادة ترتيب المعادلة راح يصير عندي أنه دلتا إبسيلون V راح تساوي لنا فوليوم أوف سوليد دلتا E على فوليوم أوف سوليد زائد فوليوم أوف ووتر، وممكن أن نعبر عنها دلتا E على واحد بلس E. ممكن أنه بهذا الشرح أو هذا الشرح ممكن أن نفتهمه أكثر من خلال هذا الشكل. ولا ننسى أنه إحنا الـspecific volume اللي يعتمد عليه هذا الكتاب يساوي لنا واحد بلس E، واحد بلس E. فإذا راح نوصل إلى أنه معادلتنا راح تتحول إلى دلتا إبسيلون V يساوي دلتا E على V على الـspecific volume. مثل ما نعرف أنه الفويد ريشيو تساوي لنا الواتر كونتينت مضروبة في الـspecific gravity للسويل، وبالتالي المعادلة راح تكون دلتا E تساوي لنا GS specific gravity مع تغير الواتر كونتينت دلتا أوميجا. فالدلتا إبسيلون V راح تكون دلتا أوميجا على واحد على GS مضافا إليها الواتر كونتينت. راح نستخدم الـspecific volume اللي هو يساوي لنا واحد بلس E، ونعوض بالمعادلات حتى نتوصل إلى أنه الدلتا إبسيلون V هو دلتا V على V، التغير بالسبيسيفيك فوليوم على السبيسيفيك فوليوم. الباراميترز للستريس والسترين نحتاج أن نربطهم حتى نتعرف على سلوكية المادة، وهي هذه الغاية الأساسية. لاحظ هذا الشكل، هذا الشكل عبارة عن كيوب أبعاد A B C، وسلطنا عليه ثلاث قوى F1 F2 F3. نتيجة لتسليط هذه القوى راح يصير عندي تغير في الحجم. تغير الحجم مثل ما لاحظنا في الفقرة السابقة هو مساوي لمقدار الماء الخارج أو الداخل. فإذا الشغل المنجز، تذكرون الشغل، هو القوة في مقدار التشوه بالمستوي اللي تعمل عليه هذا القوة، زائدا القوة الثانية ناقصا دلتا بي، زائدا القوة الثالثة مضروبا في ماينس دلتا سي ماينس يو التغير في الفوليوم اوف واتر. نقسم على المساحة حتى نحول القوة إلى إجهادات. راح يكون عندي التغير بالفوليوم على الحجم يساوي سيجما 1 دلتا إبسيلون 1 بلس سيجما 2 دلتا إبسيلون 2 بلس سيجما 3 دلتا إبسيلون 3 ماينس يو دلتا إبسيلون V. وإحنا عرفنا دلتا يو دلتا إبسيلون V تساوي إن يو مضروبة في التغير بالسترين باتجاه 1 والسترين باتجاه 2 والسترين باتجاه 3، فراح تكون عندي المعادلة هي 4.57. إذن الشغل المنجز لكل وحدة حجم ممكن أن نحسبه من دلتا اللي هو دلتا W على V يساوي لنا T دلتا إبسيلون جاما بلس S دلتا إبسيلون V. أو إذا نتكلم ب الأوكتاهيدرال ستريس بحالة البلين سترين راح تكون عندي المعادلة دلتا 1 سيجما 1 إفكتيف دلتا إبسيلون 1 زائد سيجما 3 دلتا إبسيلون 3.
وعندنا في حالة إنه البلين سترين راح تكون عندي هي سيجما 1 دلتا إبسيلون 1 زائد سيجما 3 دلتا إبسيلون 3. أما إذا تعاملنا ب ال 3 dimension باستخدام ال P وال Q فراح تكون عندي تغير بالحجم هو Q دلتا إبسيلون S بلس P دلتا إبسيلون V. وإذا كانت عندي الاتجاهات أو حالة الأكسيسيمتري أي أنه سيجما 2 تساوي سيجما 3 والإبسيلون 2 تساوي إبسيلون 3 طبعا هذه لابد أن تتطابق لأنه العنصر هو ده نعتبره إيزوتروبيك، وبالتالي راح يكون عندي من قيم الكيو اللي أخذناها في المعادلات السابقة رقم 22 و21 راح يكون عندي دلتا إبسيلون S هو 2 على 3 دلتا إبسيلون 1 ناقصا دلتا إبسيلون 3 ودلتا إبسيلون V هو دلتا إبسيلون 1 زائد 2 إبسيلون 3. وبالتالي ستتحول المعادلة في النهاية إلى دلتا إبسيلون 1 سيجما 1 إفكتيف دلتا إبسيلون 1 زائد 2 سيجما 3 إفكتيف دلتا إبسيلون 3. إذن كل اللي عرفناهم كأنفارينس في ال سترس هم نفسهم انفاريان للسترين. يضاف الى ذلك نقطه مهمه ما ننساها ان الشغل المنجز لان ربطنا العلاقات ما بين انفاريانت اوف سترس وانفاريانت اوف سترين عن طريق الشغل الورك. بدينا المعادله بالورك بالشغل المنجز وربطنا ما بين التشوه والسترس، وبالتالي راح يكون الشغل المنجز ايضا نعتبره انفاريانت. الالاستيك ماتيريال الايديال الاستيك ماتيريال وهذا نتذكره من قانون هوك يربط الستريس بالاتجاهات الثلاثه باستخدام المودولس اوف الاستيسيتي وبويزنس ريشيو. مودولس اوف الاستيسيتي وبويزنس ريشيو هذه المعادلات انتم ماخذيها وتعرفوها، لكن فقط اضاف لها كلمه دلتا اي بما معناها يحدث عندي التغير. طبعا هنا يكون عندي في حاله التسليط ست اجهادات ثلاثه نورمال وثلاثه شير. اما اذا كان عندنا حاله البرنسبل ستريس راح تكون المعادلات هي بهذه الصيغه. ايضا يدرس حالات خاصة انه سيجما 2 تساوي سيجما 3 ابسيلون 2 تساوي ابسيلون 3 فراح تكون عندي قانون هوك او من بهذه الحالة الخاصة هي كما بالمعادلة 4.86 والمعادلة 4.69 ويختصر هذه المعادلة الى حالة التساوي اللي تكون ما بين قيم دلتا ابسيلون 1 ودلتا ابسيلون 3 مع الاجهادات. إذن الغاية هي ربط الإجهادات مع الانفعالات للحصول على البيهيفير والسلوكية. دائما نذكر كلمة سلوكية بما معناها العلاقة ما بين الإجهاد والانفعال. بنفس الطريقة دي يتعامل مع سيجما 3 والعفو دلتا إبسيلون V. هنا عندنا دلتا إبسيلون S ايضا راح نوصل بالنهايه الى ان دلتا ابسيلون اس تساوي 2 1 بلس المودولس اوف الاستيسيتي مقسوما على البويزنس ريشيو مقسوما على 3 مضروبه في المودولس اوف الاستيسيتي في دلتا كيو. هذه المعادلات نختصرها ممكن بهذه المعادله انه دلتا ابسيلون في تساوي 1 على كي دلتا بي دلتا إبسيلون S 1 على 3G دلتا Q. ماذا نستنتج؟ طبعا هنا اختصرنا انه قيمة ال K capital اعتبرها 1 على E المودولس اوف واحد ثلث E المودولس اوف إلاستيسيتي مقسوما على 1 ناقصا 2 نيو وال G هي 1 على 2 E مقسوما على 1 بلس نيو. اذا لاحظ انه الفوليومتريك سترين له علاقه فقط مع البي
والشير سترين له علاقة فقط مع الكيو. لما معناه لو فرضنا انه احنا سلطنا ضغط على تربة من دون ان نحدث شير، الضغط اللي سلطناه فقط هي اجهادات نورمال لا توجد اجهادات شير، فان قيمة الدلتا ابسيلون تكون مساوية الى الصفر، لان قيمة الكيو راح تكون مساوية الى الصفر، ويصير عندي فقط فوليومتريك سترين في هذه الحالة. وايضا هو موضح هذه الحالة بالمعادلة، اذا الدلتا ابسيلون في يكون قيمة الدلتا كيو هو صفر، وبالابسيلون اس الشير سترين هو قيمة السترين الناتج عن الاجهادات فقط الناتجة عن الشير اللي هي الكيو وليس عن البي. طبعا ينطي مثال لاحتساب قيم التاو والاس والابسيلون حسب المعادلات اعلاه، ودي يطلب انه علاقة ابسيلون في وابسيلون جاما مع التي والاس for ideal isotropic linear elastic soil loaded in plane strain. هذا المثال هو تطبيق مباشر للمعادلات اعلى مع الاخذ بنظر الاعتبار انه احنا عندنا حالة plane strain loaded. اذا هذا الفصل تعلمنا انه الستريس انه 3 dimensional. لا ننسى انه هذا الفصل هو دي يتكلم عن السترين والستريس باث، ونتكلم عن مادة ايديال الاستيك مو تربة، انما هي ايديال الاستيك. توصلنا الى باراميترز التي والاس والابسيلون جاما والابسيلون في، هذه الباراميترز قد ما يكون عندي حالة البلين سترين، وتوصلنا الى حالة الاكسيسيمتريك قد ما استخدمنا هذه المعادلات، ولاحظنا انه الفرق ما بين البي افكتيف والبي توتال هو اليو، والاس افكتيف والاس هو اليو. اما معاملات الشير فلا تتاثر بالماء لان الماء لا يتحمل القص، وايضا في حاله الايديال ايزوتروبيك الاستيك سويل ان قيمه الابسيلون في فقط نحصلها عندما يكون عندي تغير في البي والابسيلون اس تشير سترين، فقط عندما يكون عندي تغير في الكيو. شكرا جزيلا.